دعينا الاهالي لنقدم شيء يسير، ونعمل واجبنا تجاه اهلنا في دوما اللي قصفوا الاسد بالكيماوي. وراح بتمنى انه هالرساله توصل لحكام العرب الخوني اللي عم يسمحوا لبشار الاسد يقصف الاطفال بالكيماوي والمنظمات والامم المتحده والى اخره. طبعا هذا الحكي متاكد ما راح يوصل، بس بنتمنى من العالم توصل هالرساله ليوقفوا الظالم على قتل الاطفال بالكيماوي والبراميل المتفجره والصواريخ.